حنا مولفين واخا كاع طلع، حنا مولفين الحراره الحمد لله، ومراكش راه بلاد السياحه وبلاد الحراره، وتيجيو ليها الناس من جميع الدول من العالم تيجيو لمراكش، تيزوروا مراكش على حسب الحراره، تيجيو تيطبرونزا وتيجيو تيصوفوا مراكش. الجو ديال مراكش من ظل الحراره تيكون ناقص شويه، الا ما كاينه الحراره في مراكش تيكون الجو ديالو ناقص، حتى في السياحه السياحه تتكون ناقصه شويه في مراكش، الا كان سخون الحال تتكون السياحه بزاف، تيكون الاستقبال على حسب الحراره هذه. انا من مولاي بوسلام، وكانت عندي واحد الرغبه باش نجي لهذ البلاصه هذه، كنت منها جاي، ولكن جيت ليها الحمد لله لقينا فيها شويه ديال الحراره، ولكن ماشي مشكل معليش، ولكن الاجواء ديالها هنا زوين، هذا الشيء اللي عجبني فيها انا، الاجواء ديالها زين، وكاين هنا الدنيا زوينه والناس محترمين بزاف، وكيكبروا بنادم كتدخل تشري شي حاجه كيكبروا بك بزاف، وهنا هذا هو اللي عجبني فيها بزاف. هنايا انا بعدا كنسكن في اسبانيا، ولكن انا مش هاد الحراره جاتني الصحيه، ماشي اثرت علينا بزاف، ولكن واحد شويه ديال العيا، ولكن معليش حنا مولفين بحال هكا شويه، ولكن الحمد لله الجو جاني زوين عادي، بعدا ماشي شي حراره قاس، حنا كنا عارفين بان غتكون الحراره، حنا كنا شايفين كنا غتكون الحراره، ولكن ما كناش متوقعين غتكون بحال هكا هي بزاف. خدام هنا في الحنطه ديال الكوتشي اللي بيدور، وبغى يدير شي دبوره يجي من حبابي. وبالنسبه للحراره اللي سولتيني عليها استاذ، الحمد لله حنا هادي راه ما تسماش عندنا حراره، تسمى هي بروديه هادي. الحراره متى تجي حتى شهر 9 7 8، وما هادي الحمد لله هادي واحد شويه ديال واحد السويمينه ديال الحراره تنفرحوا بها، يلاه تيجيو فيها الناس تيتبردوا عندنا فيها وصافي. وبالنسبه للناس اللي تتخلعهم هاد الحراره، راه ما تخلعهم والو، الحمد لله مراكش معروف بالجرادي كبار، المناره ماجورايا اسيبير بارك مولاي عبد السلام، الحمد لله الجرادي عطاهم الله جريت الكتبيه. الا جاتك الحراره سير تخبى في الجريده، ولا سير في الطليله، ولا دير شي ترازله بحال هادي، ومرحبا بكم. مراكش راه ما الحراره ديال مراكش راه بحال البروده، ولا جاتو الحراره يطلع له ريكا. حنا من مولاي بوسلام، عماله شقونيطيره، ربما مش عارف في مولاي بوسلام، ولكن هي مدينه سياحيه صغيره كتكون كتروج في الصيف، يعني جينا لهاد البلاصه هذه ولكن لقينا شويه ديال الحراره صادفناها، ولكن ماشي مشكل، حتى هي راها صحيه، حنا مولفين مع الشاطئ وداك الشيء، جاتنا شويه قاصح، ولكن الحمد لله امور مزيانه، كاين الامن، كاين كل شيء مزيان الحمد لله. هاد الحراره هذه حنا راه فرحانين بها، لاقاش مراكشيين حنا راه ديما عندنا الحراره، ولكن الانسان خصو يعرف كيف يتجنب هذيك الحراره، يحاول ما يخرج فيها، ولفنا الحمد لله حنا هاد الحراره.